شيء تعيش إنسان حافظ على شيء، عزتك وكرامتك. أنا خلاص عمياء من بي أخذني، فهو أخذني من الوقت هذا وأخذني من الظروف هذه وتزوجت، يعني خلاص إنسانة عمياء والله تزوجت. أشتاق له جدا ذا الحين جدا، ما نش متخيلة إن الحياة بيننا أصبحت افترابية، إنه إذا نشتي أشوفه عبر الفيديو، إذا نشتي أكلمه عبر الرسائل. 4 سنين الآن مشتيش أقول له بدي اشتقت لك، ما قدرش، مشتيش أفتح هذا المجال. هذه حكايتي، تشاهدونه السبت 8:05 مساء، ويعاد الأحد 11:05 صباحاً.